في فقرات بحس انها اعلاء قيمه، فقرات بتتكلم عن الناجحين والناجحين بالبرهان مش بالكلام. النجاح موضوع صعب جدا مش سهل. تحقيق النجاح محتاج مجهود، محتاج شغل وعمل بمنتهى الجديه. الحفاظ على النجاح ده سهل؟ لا، اصعب، لان تحدياتك بتكون اكتر. الاستمراريه بقى في النجاح دي اصعب المراحل. وضفتي معايا دلوقتي الحقيقه شخصيه ناجحه جدا بالعمل وبالاجتهاد وبالبرهان وبالنتائج. الحقيقه تعبت كتير جدا جدا في مشوارها اللي حوالي 10 سنين ويمكن اكتر كمان، ومن اول ثانيه في مشوارها هي محدده اهدافها: نجاح ولا بديل للنجاح. في منافسين كتير، لكن كميه النتائج اللي هي محققاها مفيش حد زيها، وده مش كلام. العديد والعديد من المبادرات اللي هي عملتها حققت نجاح كبير جدا فيها. متابعتها لشغلها يمكن كل مريض عندها بيعتبر هو حالة وحيدة بالنسبة لها. لازم تكون ناجحة ولازم تبقى مستمرة في نجاحها ودايما على القمة. ودي مش أول حلقة فيها دلائل نجاحاتها. ولما قلت لها من سنة تقريبا عايزين كده كام حالة نتكلم معاهم، قالت لي قولي العدد اللي يعجبك. قلت لها يعني نقول مثلا 3-4؟ قالت لي طب ما تقولي 10. قلت لها هنلحق نقدر نجيب 10؟ قالت لي لا، نقدر نجيب 100. قلت لها ما فيش مكان يستوعب 100 حالة. فحققنا الحمد لله حلقات عظيمة جدا بحالات أثبتت نجاح كبير جدا. والسنة دي كلمتها قلت لها أخبار نجاحات السنة دي إيه؟ قالت لي بفضل الله وبفضل مجهودها ومجهود كل الناس اللي بتشتغل معاها النجاحات بتكتر. قلت لها طب انا محتاجه اقابلهم علشان ناخد طاقه منهم ونكرمك. قالت لي لا، الحالات اللي معايا لازم تيجي عشان هي اللي تتكرم، لان نجاحهم ده خطوه في مشواري وخطوه وسلمه في سلالم نجاحي. انا يعني متشكره جدا ليها ومتشكره انها عطلت نفسها وموجوده معانا، بس احنا فعلا بنعتز بكل الناجحين في كل المجالات، وخاصه دكتوره دعاء سهيل. دكتوره دعاء سهيل خبيره في التغذيه العلاجيه، دكتوراه في علم التغذيه البشريه، اولى مؤسسي فكره التخسيس اونلاين، مؤلفه كتاب التغذيه واثر الوعي والممارسات الغذائيه على النمو الجسمي، وكتاب سلوكيات التغذية بين الماضي والحاضر، صاحبة العديد والعديد من المبادرات الناجحة جدا. على سبيل المثال مبادرة غير حياتك ومصر بلا سمنة، السمنة بوابة لكل الأمراض، مش هنسلم للسمنة، أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء، السمنة ناقوس الخطر، وأخيرا في 2023 مبادرة ضد السمنة. بنت البلد بيكرم النهاردة دكتورة دعاء سهيل، وبيكرم بناء على رغبتها كل نجاحاتها من خلال تجارب على أرض الواقع. هنرحب بيهم كلهم، بس الأول خلوني أرحب بالساحرة دكتورة دعاء سهيل. أبوس أهلاً وسهلاً، اتفضلي. أهلاً بك. زي ما قلت في البداية، وجودك معانا إعلاء قيمة لبرنامج بنت البلد الحقيقة، لأنك من النماذج الناجحة، وإحنا جايبينك النهاردة عشان نستغلك. عايزين نستفيد من تجربتك العظيمة، لأن أنت ملهمة لكل ست عايزة تنجح في مجالها. وزي ما قلت انت يعني مجاهده ومقاتله،
وما بتستسلميش لانك تبقي اقل من، انت دايما في المقدمه وبتتقلدي. ولما بقول لك فبتقولي ايه يعني، انا عايزه كل الناس تنجح، واللي يقلدوني طالما بيقلدوني في خير وفي منفعه الناس يا اهلا وسهلا. طبعا الاول انا مش عارفه اشكرك ازاي على المقدمه الجميله دي، انا اقل من كل ده. والله حقك، والله انا ما مسكت الورقه، والله اللي يستحق الاحترام والتقدير وكل حاجه الحالات اللي معانا النهارده. طب اسقف لهم بقى، سامحوني لو صوتي مش طالع علشان انا واخده برد حبيبتي، سلام عليا. بشكركم، جايين يعني من كل بقاع جمهوريه مصر العربيه، عندنا اللي من مطروح واللي من الصعيد واللي من الشرقيه والدقهليه واسكندريه والمنوفيه وكل محافظات مصر ما شاء الله. يعني بجد يعني والله العظيم انا مش عارف لو قعدت اشكركم من هنا لما لا نهايه لا يوفيكم حقكم. والله انا في المقدمه كنت بقول لما اتصلنا بيكي وقلت لك احنا عايزين الحلقه دي تكريم لحضرتك، قلتي لي لا، اللي اتكرم قبلي الحالات اللي كانت خطوه بالزبط في مشوار نجاحي. طبعا لولا الحالات ونجاحها ووجودها ما كنت انا دعاء سهيل دايما. الحمد لله يا رب، ليه انا الناس عرفتني بفضلكم بعد ربنا سبحانه وتعالى. الناس هنا خست 40 و50 و60 و70 كيلو مبسوطه جدا. في حد يقول لك لا انا اشتريت الكورس ودفعت ثمنه واجيلها ليه؟ لا ما هو انت بتتابعي مصلحه. تمام شكرا. انما انا لما اقول لك بستاذنك تجي لي من محافظتك، عندي يعني عايزاكوا حالات كتير قوي عشان تكونوا سبورت قوي لمن يعاني من زياده وزن. كل واحد فيكم شكل ناس بره تعاني من حالات زياده الوزن. يعني في حد هنا يقول لك اصل انا مواعيدي متلخبطه في الاكل، نص مصر ده اصل انا مش هقدر اتابع مع دكتور. طبعا لو عندك وقت انا ليس ضد، ويعني كل الحالات هنا عوامل مشتركه للعديد من الحالات التي تعاني من زياده وزن. انت النهارده وانت قاعد انت بتقول لهم مفيش مستحيل، وانا في حياتي مفيش مستحيل. القوه لازم تكون فعلا عندك قوه ان انت خدت القرار يلا كمله، اتفضل خس، اما تخس 10 كيلو اول تعب بالنسبه لي انا بيكون اول كورس. ان انا عايزاه ياخد الجرعات في مواعيدها، المتابعه، هو لسه ما شافش حاجه على ارض الواقع. اما بيعدي اول شهر وبيخس 8 كيلو 7 كيلو هو اللي بيكون حريص على انه يفقد الوزن اكتر مننا انا وفريقي. عايزه اقول لحضرتك يعني اسمحي لي انا هحكي اللي بيدور بره الكاميرا. ايوه لما كلمت حضرتك وقلت لك احنا عايزين نكرم حضرتك، قلت لي لا انا عايزه اكرم الحالات اللي معايا. طبعا فما بقول لك هنجيب كام حاله، قلت لي انا هجيب نموذج، والنموذج ده بيمثل شبهه حالات عديده جدا. عديدة طبعا. فقلت لي عندي الشباب اللي كانوا بيعانوا من السمنه، عندي ناس اصحاب امراض مزمنه زي الضغط وزي السكر، فانا هجيب من كل حاله نموذج. عندي سيدات ربنا يديهم الصحه كبيرات في السن، عندي بنات صغيرين، عندي من كل الاعمار وكل المستويات. فانت قلتي لي انا هجيب نماذج طبعا. لكن كل نموذج فيهم هو شبهه بالزبط. العديد والعديد من الحالات بالظبط. وانت قلتي لي انا عايزه يبقوا هم كمان زي ما انت ملهمه لينا لكل سيده في نجاحك، هم ملهمين لغيرهم. انت قلتي لي ده بالظبط. ايوه. واقول حاجه بقى، من اول ما دكتور جت انا فوجئت انها ناسيه ان احنا يا دكتور يلا عشان نبتدي، بتقولي بس ثانيه واحده مين اللي بيتابع معاك؟ فقعده كل نموذج. طب دكتور لو اتصلتي بيه بيرد عليك؟ اه والله العظيم بيرد وكذا وكذا وكذا. طب مين مش عارفه ايه؟ طب في بقى يعني اخ فاضل من اخواتنا سالته دكتور فلان لما بيتصل بيك؟ قال لها اه طبعا بيتصل، وانا كمان ساعات بتصل بيه. قالت له لما بتتصل بيرد؟ قال لها ساعات ما بيردش. قالت له ايه ما بيردش؟ قال لها اه بس هو بعديها على طول بيرد عليا يقول لي انا اسف انا كنت بصلي. فيعني مش يعني حبيبتي انت كمان ادارتك لفريقك اداره صارمه. لا انا مش شغاله خالص في ادارتي، يعني انا الست عايزه تنجح وتفضل ناجحه. انا الميه والهواء بالنسبه لي نجاح. طيب انا دلوقتي اللي الناس اللي طموح ما عندهاش طموح او طموحها قليل ملوش مكان معايا بصراحه. اللي عايز ينجح ونجحه وننجح كلنا مع بعض، يلا يلا مع بعض. اما اذا هو ما كانش عنده الطموح لا ما يشتغلش معايا، ما عندوش طموح هيتكاسل مره يكلم الناس مره، لا مش عايزه ده. بس انت متعبه يا دكتور. انا هقول لك بقى بس مش هقول لك مين، ناس اشتكيكي بقى من الفريق بتاعك. هو حسين قالوا لي دكتور احنا بننهج وبنجري
وهي اجتماعات يومية ودراسة لكل حاجة. قال لي يعني بيقول لي الاجتماع، بقول له اجتماعي تلاقيك نص ساعة ساعة في اليوم. قال لي نص ساعة ساعة ايه حضرتك، ده كل ملف من ملفات المرضى اللي معانا، يعني في ملفات هي بتتابعها ممكن الملف الواحد ياخد نص ساعة مناقشة. طب بقاله قد ايه؟ طب الزمن قد ايه؟ طب ليه النتيجة ما خسش بالنسبة اللي انت حضرتك مقرراها؟ أيوة. طب اتصل لي بيه، طب سمعني صوته هيقول. فما بالراحة برضه بالراحة على الناس، يعني انت ما بتناميش، انت حرة. انا علشان اجي اخر السنة، طبعا السنة دي كان مبادرة معا ضد السمنة. ايوه. حبيت السنة دي تكون مختلفة عن باقي الاعوام الماضيه. ايوه. كنت طول السنه بوري ناس نماذج، طبعا دي بتبقى ثمار المبادره اللي انا بكون اطلقتها في بدايه العام. السنه دي انا اطلقت المبادره ونمت، يعني يبان ان احنا يمين، لكن احنا على اخر قربنا هو على اخر السنه، خلاص احنا السنه بتقفل. فلازم اجيب ثمار تلك المبادره. السنه دي بتجني معانا ان شاء الله لما طلعت 10 حالات. أنا الله أكبر ما شاء الله. أنا عايزة برضو أقول لكم حاجة تانية، إحنا ليه خرجنا برا الاستوديو؟ مع إن كان ممكن نصور في الاستوديو، طاقة الاستوديو محدودة، عدد محدد. هي قلت لحضرتك إحنا محتاجين، يعني أما قالت لي الأعداد، قالت لي عدد أنا مش هقدر أقول لحضرتك. قلت لها لا ده كده إحنا محتاجين نصور في الاستاد. قلت لها يعني مش هتحتاج، لو عايزة 100 150. لا قلت لها لا، ما الوقت منين؟ يعني إحنا ما شاء الله ما شاء الله، طبعا كل النماذج هنصور معاها ومش هتكفينا حلقة. فقلت لها انا مش مستعده اروح الاستاد، فيعني اختصري لنا. بشكرك انك دايما يعني مديالنا يعني وقت من برنامج حضرتك ان احنا نكون موجودين. احنا اللي بنستفيد والله، احنا بنستفيد من النماذج الناجحه. وزي ما قلت احنا برنامج بنت البلد برنامج ملهم، وانت ملهمه مش لازم في نفس تخصصك. طبعا انت ملهمه للناس في تخصصك، وزي ما قلت لك بيقلدوكي، قلت لي عادي جدا انا اللي عايز يقلد يقلد، بس مين يحقق نتائجي؟ فيعني ربنا يكرمك. لكن انت ملهمه الاخرين، الجهاد على مدى 10 سنين، وعشر سنين ما فيش سنه بتبقي اقل من اللي قبلها. مبادراتك ما شاء الله العديد من المبادرات، ما فيش مبادره خست او وقعت او لا ما حققتش النتيجه. هل حضرتك تعلمي ان انا اتكرمت عن كل هذه المبادرات؟ لا ما انا استني بقى فقره التكريم دي. برضه لما بقول احنا عايزين نكرمك، فقالت لي والله العظيم انا عندي دولاب تكريم، اسمحي لنا ممكن نبقى نصوره؟ يبقى يصوروه بعد اذنك. فقلت لها انت متكرمت 10 مرات، قالت لي 30 مره. متكرمه 30 مره، وتكريمات الغالبيه منها هي تكريمات جمهور وتصويت جمهور، وجمهورها كبير. اللي بيصوت ده معناه انه استخدم علاجاتها وحققت معاه نتائج. والتكريمات دي بتبقى من خلال ايه؟ زي مسابقات بيتحط فيها اكتر من اسم واكتر من جهه، ودايما دايما ما شاء الله نمسك الخشب، دعاء سهيل نمره واحد بفرق الالاف عن اللي بعدها. ف يعني احنا نتمنى ان التكريم الصغير ده يبقى يعني يليق بقيمتك. توفيق ربنا، ربنا يكرمك يا رب، بس توفيق ربنا معانا يعني. طب قبل ما نتكلم عن انا عايزه بس اسالك، ايه اكتر تكريم ده اللي لمسك جدا وده اللي كنت فرحتك بيه لا يضاهيها فرح؟ دعوه من حد خس، وربنا يسترها معاكي، ربنا يبارك لك، ربنا يكرمك. الدعوات اللي ربنا يرضى عليك دنيا واخره، يا رب يكرمك يا رب يكرمك. والله ما تكريم، والله العظيم ما تكريم. انا اخر تكريم كان تكريم الفضائيات العربيه، طبعا بحيي مستر احمد على الهوا ده رئيس المهرجان. اخويا راح تسلم الجايزه عني. ليه؟ كنت مع الحالات. بتهزري بقى؟ ده الواحد ما يصدق يروح ويسمع التسقيف بتاع الناس. لو قالوا لي في حد عايز يكلمك، وبص الاقي بدايه المكالمه دعوات. طب احنا عايزين اكتر من كده يا جماعه. احنا هنسمع الدعوات، واحنا ان شاء الله هنلتقي بيهم. والله يا دكتور، والله العظيم في حالات كانت على شفا انها تدخل مستشفيات، قالوا لي وبفضل ربنا وبفضل يعني علاجات حضرتك الناس دي حياتها اتبدلت. انا مش بعمل المستحيل، خلينا نتفق ان احنا
يعني اللهم لك الف حمد ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. انا دلوقتي بتقي الله بستخدم المكمل الغذائي الامن المرخص ودار الصحه، لازم يكون امن على الصحه. ممكن تشتغل بحاجات انت عارف انت كواثق كخبير تغذيه فاهم انها مش هتدي النتيجه البيرفكت، ما تشتغلش بيها، رزقك جاي لك جاي لك، بس انت اللي بتختار تاخده حلال ولا تاخده حرام. ربنا يكرمك. انت اللي بتختار. والدنيا كلها مش مكاسب ماديه، لا في مكاسب بشر بتكون اغلى ألف مره من الماديات. الماديات الحمد لله اللهم لك الف حمد، ربنا ساترها معانا والستر كفايه يعني. اما اجي اتكلم دلوقتي ان في حد خس، وهنا بقى انا مش محتاجه دعايه، حدش يعمل لي دعايه شكرا. لا انا هقول لك على حاجه بقى، ومش عارفه ده هيضايقك ان انا اقوله ولا لا، بس انا هقوله ورزقي على الله. لان ومش هقول على فكره لما اجي اصور معاه مش هقول مين. لا مش هنقول خالص. لا اسمحي لي اقول، اكتر من حاله دكتور دعاء لو هدفها مادي هتتقاضى مقابل، اكتر من حاله دكتور دعاء مستمره في علاجاتهم والكورسات بتوصل لهم لحد باب البيت بلا مقابل مادي، والمتابعه نفس كانه دافع بالظبط. فلما بقول له قال لي لمجرد الناس اشعرت في ما اتصلت، فانا بقول للدكتور اللي بتابع انا معلش مش هقدر اخد الكورس الكامل، عايز نصه. فقال له لا هبعته لك كله. طب يعني ما ينفعش نصه يعني لازم تلتزم. قال له اصل انا ما معيش. فقال لي قال له طب حاضر، وقفل السكه. قال لي فوجئت بمكالمه بعدها دكتور دعاء بنفسها بتتكلم، الو حضرتك فلان انا دكتور كذا، الكورس هيوصلك لحد ما انا احقق معاك النتيجه اللي انا عايزاها. اصلا قالت له مالكش دعوه، حضرتك الثمن الكورس اندفع ومش كورس واحد، هلتزم معاك لحد ما النتيجه انا اقول لك انت ثبت انت تمام. انا عايزاها. وده مش واحد، انا بس بقول عشان ربنا سبحانه وتعالى عطاياه معايا كانت تدهش. انا ليه ما ادهش خبير او مشاهد من مشاهدي؟ ايه المشكله؟ يا رب يسمعك الدعوات بقى، لانه قاعد عطايا ربنا تدهش وربنا ساترها معانا. وبعدين الحياه مش فلوس خالص، جايه جايه اتقي ربنا وهي تيجي، ما تشغلش بالك برزقك. طيب فرحتك اللي شفتها قوي يعني في عينيكي وانت عماله تبصي، لو متابعيني في المهرجانات مش هتلاقوني فرحانه كده يا حبايبي والله العظيم. لا وفرحتك هم اللي يتكلموا. لا ما هنكلمهم، احنا هنكلمهم. انا بس حقك مهما حتى في دي. طب ادينا فرصه، ادينا فرصه الناس تعرف. انا اللي عايزه اسمعكم. فرحه كمان، مش فرحتك طبعا، فرحتك باينه من اول ما دخلتي وسلامك على الناس وبتحضني الحالات بتاعتك، الستات الافاضل اللي فرحانه وايه الجمال ده وايه وتبص لهم على جسمهم وفرحانه بيهم، فرحتهم كمان هم بيكي والتفافهم مع حواليكي. اقسم بالله انا مع اكبر النجوم في الفن ما شفت الالتفافه دي، الناس عايزه تشيلك يعني. فالله يرضيكي والله يكرمك والله يزيدك نجاح، واقول لك ايه، يجعلك كده في خدمه الناس لان ربنا بيختص كده ناس من عباده انهم يبقوا في خدمه الناس. يا رب. فمستعجله انت عشان نتكلم معاها. طيب اسمح لنا يعني ايه، هننقل دلوقتي مع اخواتنا الحلوين وهنتكلم معاهم كلهم. يا سنك كلها نجاحات اللهم لك الف حمد. طب ايه الحاله حتى لو ما جاتش اللي دي كانت تحدي بالنسبه لك، ويعني هو كان جرب مليون الف حاجه وما وكان في يعني الحاله ست سنه 2017 تقريبا يا مايكل. 2017 كانت الحاجه شبكات 76 سنه، مريضه دون ثلاثيه وضغط وسكر وعظام، هو 70 سنه كمان، ربنا يديها الصحه والعافيه. هنا دي مش ست بتدور تخس علشان الشكل الجمالي والستايل وطبعا ده انا مش بتاري على فكره، ده جميل يعني ربنا سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال. يعني من يبحث عن فقدان الوزن للشكل العام ليس ضد طبعا، بس تبقى راضي عن نفسك شكل ومضمون طبعا. لكن هنا في السن ده هي عايزه تقوم وتقعد وتنزل وتطلع، مش عايزه حد يخدمها. ايوه انا هنا عايزه اساعدها. فكنا معاها بسم الله الرحمن الرحيم، وتحيه طيبه ليها ويديها الصحه والعافيه. وكانت من فتره انت من 2017 لحد دلوقتي بتتابعي حتى بعد ما خلصتي؟ ابتدوا بقى ايه، هم عندهم وقت فراغ مثلا. ازيك يا استاذه مدونه؟ مش انا اللي بيتابعوا معاهم بالظبط. سلمي لنا على الدكتوره اولاد الحاج شبكات، سلمي لي عليها.
انت عارفاهم بالاسم؟ اه طبعا. اه ما شاء الله يعني. في حاجات بتقفي عندها اما تخلص من الوزن الزائد، تتخلص من الوزن الزائد، وطبعا ما بقتش العود الفرنساوي مش فرنش بادي، لكن خسيت لها 40 50 كيلو. يا نهار اسوح، حمل من على رجليها. آه. على ظهرها مشاكل في العظام، ضغط ظبط، ما بقاش في دهون ثلاثيه، لا سكر. صحيا افضل، ظبط. في هنا ناس كانت مريضة سكر بطلت تاخد علاج السكر. هنشوف الخلايا الدهنية بتفترس الجسم البشري. النهارده السمنة ناقوس خطر، ايوه خطر، هي بوابة لكل الامراض، ايوه بوابة. هسكت واغفل النهارده عن السمنة، مش متضرر منها، لكن غدا لا تأمن غدر السمنة. فمش بقول لك خس عشان شكلك وحش، بالعكس تخان بيطلق عليهم المون فيس، شكلهم حلو مدور زي القمر كده، يعني انت عايزه صحه وحش. انت عايزه ان يهمك صحه، صحه. بتكلم ان انت ما تبقاش نايم مش عارف تتنفس، يعني قاعد بينهج، شخير متقطع، بتنهج، تقوم قايم من نص النوم علشان تعرف تاخد نفس كويس ترجع تنام تاني. لا مش بتكلم في كده، بتكلم ان انت وانت طالع سلم ما تبقاش حاسس على الحمل اللي انت شايله. بتكلم ان انت على مستوى الشكل تبقى يعني حتى الشباب الصغيرين، انا شايفه ما شاء الله ما شاء الله شباب كتير جدا. انت بتقولي لي انا عايزاهم لما يروحوا لوظيفه فيبقى مظهرهم كمان لائق. بالظبط، يعني قلتي لي هدفي مش بس صحه. متفق. الشباب اللي موجود خلص جامعه، اهم بند انه يلتحق بعمل حسن المظهر. ايوه، لا يتفق حسن المظهر مع السمنه. مع السمنه هتلاقي دايما مش مهندم. والبنوتات الحلوين صغننين برضو. وهي راحة حتى الجامعة وهي بترتبط. بالظبط. أنا عارفة أن أنت مستعجلة عشان نتكلم مع حالاتك أو نجاحاتك زي ما أنت بتحبي تسميهم، فعايزة أبتدي الأول بمولانا الشيخ علي. إزاي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. أنا سعيدة جدا جدا وسعيدة جدا جدا بالكلام العظيم اللي أنت قلته على دكتور وهي مش موجودة. انا حابه بقى انها تسمع الكلام الجميل اللي انت قلته عليها ده. اقل من حقها والله يا استاذ ناشف. ربنا يكرمك ويطول. والله والله انا بحلف بالله غير حانف ان شاء الله. هي دي يعني انا كده مش بوفيها حقها، هي حقها اعلى من كده واكبر من كده بكثير جدا جدا فضل الله عز وجل. طيب كلمني حاج علي وقول لي فكره ان انت تاخد القرار انك تخس، كانت ايه مشكلتك وازاي خدت القرار ده، ومين عرفك بدكتورة دعاء سهيل؟ أنا كنت الأول من أكثر المعارضين للناس اللي بتظهر على الشاشات وبتجيب علاجات وبتجيب ناس وبتتكلم. كنا بنقول ده هم الناس دي جاية مأجورة ومدينهم فلوس عشان يحققوا مكاسب والكلام ده كله. والله يا العظيم يا دكتور كنت من أكثر الناس المعارضين. اتكلم براحتك. بقول الناس دي واخدة فلوس عشان خاطر تيجي تتكلم على الناس ديت وتعمل دعايات وإعلامات وكلام زي كده. ف يعني كل اللي بشوفهم على التلفزيون كده. فانا طبعا انا عامل عمليه الغضروف في ظهري من 2014. الف سلام. الله يسلمك. كنت ماشي سليم 100 100. جيت اليومين دول حسيت بظهري تعبني شويه، فروحت عملت شعر انين وبتاع ورحت للدكتور شافها قال لي العمليه ردت تاني عليك. اول ما شافني الدكتور قال لي لازم انت تخس على الاقل 10 كيلو. أنا كان وزني 115. يا نهار أبيض. والله ما شاء الله. الصورة قبل وبعد توضح. الصورة موجودة هنا، هنعرضها أكيد إن شاء الله. كنت 115، قال لي لازم تخس أقل لي حاجة 10 كيلو. قلت له لا ده أنا لازم أخس خالص، أنا شهيتي عالية جدا وبحب الأكل جدا. كنت أقعد مع أولادي على الصينية ناكل، هم يخلصوا أكل كلهم ويقوموا وأنا لسه باكل. أنا كنت بقول إيه أنا كده انفجعت ولا اللي بيحصل دي مش عارف. لا يا حبيبي أبدا، أنا تعبان من نفسي، اللي أنا باكل أصلا كتير أساسا تعبان من نفسي. وكنت أقول ما أقدرش إن أنا يعني أخس أبدا، كنت ضد الموضوع ده ما أقدرش خالص. المهم فقال لي الدكتور كده قلت لا لازم أنا أخس. وجيت من عنده عزمت إن أنا إيه تخس. أخس خلاص. أيوة. كنا بنسمع حلقات الدكتور فسمعتها وهي بتقول إيه إحنا بنأكل كل حاجة، ما بحرمش من حاجة المريض من حاجة. وحتى كانت جايبة واحد معاها كان واحد شيف
أيوة. انا شيف بقى. أيوة. انا شيف يعني بقى, بقى الكلام انا شيف. لا ده مولانا واضح انه قاعد مركز قوي. لا انا مبسوطه قوي لمتابعتك ليا والله. الله يكرمك, ده شرف لينا والله. الله يكرمك يا رب. بحب اسمع حلقاتك والله جدا والله. فقال انا شيف بقى ولازم كل اكله بدوق منها وبتاع وكلام زي كده. فقلت الله ده شبهي. طبعا شبهي كمان, باكل كتير قوي. قلت سبحان الله يعني. طيب في واحد زيه هو. فلما سمعت هي بتقول انا ما بحاربش حد من حاجه, بناكل كل حاجه بس كميات بسيطه وكلام زي كده, قلت بس هو ده طلبي. بنتي معايا موجوده هنا اهي, قلت لها انقلي لي الرقم بتاع الدكتوره دي. نقلت الرقم بفضل الله, اتصلت, ردت عليا اخت كده من فريق العمل بتاعها, وفريق العمل بتاعها كلهم ناس محترمين. انا بقول على الهوا اهو والله العظيم وعلى راسهم الاستاذ حسين حبيبي وصديقي. فطبعا اتصلت عليه, سالني سنك كام, طولك كام, وزنك كام, بتعاني من امراض مزمنه ولا لا, في ضغط, في سكر, في كذا. قلت له الحمد لله ما فيش حاجه. على طول بعت لي الكورس اللي هو الاولاني ده. ايوه انا خدت الكورس من هنا وحسيت يعني انا كنت باخد علاجات تانية قبله. تمام. فكان نفسي بتتقزز منها كده, بتأذى يعني. انت جربت كورسات, كنت بتقولي ان انت ساعات من مرة اماكن واحدة اخرى. مره واحده مرة انت واحدة قلت لي بس. يا مولانا ان انت كنت مجرد ما بتاخد الكورسات اللي هي اللي انت يعني مش هقول اسمها طبعا, مش هقول كنت بتبقى عايز ترجع ديت قبل بتاعه قبل دكتوره دعاء. ما انا ايوه دكتور دعاء. طب الكورس بقى بتاع دكتورة دعاء؟ لا لا دي أعشاب طبيعية. بسم الله ما شاء الله عليه. جميل. تمام. جميل. لا لا ما فيش حاجة, ده أنا بستلذز لما باخده أصلا. يا سلام. والله بستلذ بيه. طعم الأناناس. طعمه كويس جدا جدا يا مدام نشوى. لا أنت هتقولي ما أنا أنا جربت. فلما خدت أول كورس بتاع الدكتور دعاء قلت لا خلاص كده. ركنت الثاني اللي كنت باخد منه ده, قلت لا هناخد ده. بفضل الله اول شهر انزلت 7 كيلو. الله اكبر. مع سني يعني سني 50 سنه. اسم الله. ما انت مش كبير ولا حاجه, انت لسه في عز شبابك اهو. ما شاء الله ما شاء الله. فانزلت 7 كيلو بقى. الاستاذ حسين متابع معايا, وانا في اي تطورات وبتاع بكلمه, فبيقول لي على الطريقه السليمه. فقلت له طب الناس دي مش كلامها كلام تلفزيون ولا كلام اعلامات, احنا كنا ظالمين الناس دي ولا ايه؟ ودي الموضوع. فبدات بقى ايه يعني ملتزم بقى, بقيت ملتزم. ايوه بفضل الله. هل اتحرمت من اي حاجه في الاكل وانت كنت راجل بتحب يعني ما شاء الله اكون يعني؟ دكتور دعاء كانت بتقول لك مثلا او الدكاتره المتابعين معاك لا ممنوع تاكل كذا ممنوع تاكل كذا, ولا كله متاح بالنسبه لك؟ لا مفيش حاجة ممنوعة خالص غير صراحة. وما يسألونا ايه المانجا ما تكترش منها, والعنب. ايوه والتين والبلح. ايوه بس. ورجع الاستاذ حسين يعني من المواقف الجميلة بتاعته ايام المولد, بتصل عليه بقول له يا استاذ حسين هينفع اعدي كده المولد وما اكلش حلاوة المولد؟ قال لك ايه؟ قال لي كل يا حاج علي بس كميات بسيطة خالص خالص. قلت قعدت ادعي له قوي يا حبيبي ربنا يسعدك. قلت الحمد لله نفسي اكل حلاوة المولد قوي. يا وكلتها المهم. اكلتها الحمد لله. الف هنا الف هنا وشفا. حضرتك منين يا شيخ علي؟ انا من الشرقية, ممكن في العاشر من رمضان. تمام. الشرقية وحياة طيبة للشرقية يا جماعة. يلا كل اهلنا في الشرقية. انا عايزاكي تعلقي, قال تفاصيل كتير جدا ما شاء الله. انه اول حاجه انه شخص كان شره للاكل, حب الاكل جدا وبيكره ان حد يقول له ممنوع وما تاكلش. فكره الشراهه دي مش كلها حب للاكل, في سبب اخر. ايه هو؟ محب للاكل. ايوه كل ما يقول له دكتور, ودايما اقول اكثر ما يتالم به جسم الانسان هي العظام. اكثر شيء تتضرر من السمنه داخل جسم الانسان هي العظام. هو ده. ايوه يعني السمنه يعني عظام, هتروح يقول لك خس ادويه العظام بتتعب المعده. هنا انا في توتر, انا بحب الاكل وعايز اكل, وفي نفس الوقت دكتور عظام بيقول لي خس. طيب هو عموما القلق والتوتر والعصبيه بيرفع هرمون الجوع وانخفاض هرمون السعاده, ده بيبوظ الدنيا. فتلاقي شهيه عاليه بياكل. في حد يقول لك ايه اما بيكون متضايق ما باكل. بتتضايق انت بتحط, في ناس تقول لك حط همك في الاكل, الهرمون ارتفع. انت مش عامل له كنترول. هما ليه بيرتاحوا تاني كورس
خلاص هو عرف ان الكورس خس معاه حقق نتيجه تمام، الحاله النفسيه مستقره، هرمون السيروتونين وهرمون السعاده مظبوط، بالتالي هرمون الليتين ما بيرتفعش وهنا بيفقد الوزن. ما حرمش نفسه من حاجه، ما حرمش نفسه. هنا ادي شهيه عاليه، شهيه عاليه يعني ما ادلوش حوارك بس لازم ما اديله الياف. ما ينفعش يكون قدام الاكل بيحبه واقول له كل بنسب قليله معتدله، حلو قوي بس انت خليه من غير ما يقاوم هو لوحده مع الكورس، من غير ما يجاهد نفسه. ايوه ما ينفعش، انا هنا لازم اديله الياف. ايه اعلى انواع الالياف؟ عشب السيليوم او البسيليوم او كشور السيليوم. وعلى فكره في العديد الاف مؤلفه من المنتجات مكملات غذائيه مع السيليوم. طب انت كخبير تغذيه هتحط ايه مع السيليوم؟ على حسب الحاله الصحيه والفئه العمريه. عندنا هنا 50 سنه مش معقول اديك السيليوم ولكن معاه ايه؟ 20 سنه شهيه عاليه، السيليوم معاه ايه؟ طب ده سؤال بقى عندي دلوقتي، هل كل هو مش كورس واحد بيتوزع على الجميع؟ مش منطقي. ولما بلاقي اعلان على التلفزيون هو اعلان واحد ولو شاطر مش عارفه ايه كله ولو ايه الكلام ده؟ يعني ايه يعني ايه 20 سنه زي 30 زي 40 ست زي راجل، بنوته 20 سنه زي سيده 50 سنه؟ ايه يعني؟ عشان كده بيتسال السن والوزن والحاله لازم المرضيه لو في امراض، مجموعه من الاسئله. المريض بالنسبه لدعاء سهيل وفريقها، لان انا ما بشوفش البيش دايم، انا بشوفوش انا عشان اساعدك تفقد الوزن لازم اعرف الهيستوري بتاعك، ديتيلز حياتك، ما الذي دفعك لزيادة الوزن. هنا بيحب الأكل زاد وزن، بقى عنده أخطر أنواع السمنة، سمنة البطن بتضم أهم الأجهزة لجسم الإنسان، عنده مشاكل في العظام. أيوة عامل عملية بيقول عملية. طيب أما يتكلم هنا وعايز أقول لك إن أنا مبسوطة جدا لحالة حاج علي، ربنا يكرمك يا شيخنا، مبسوطة والله إن أنا يعني هو ما هو لو قعد يعني. لا ما شاء الله. طب انا عايزاك يا حاج علي يعني يمكن انت اول مره تلتقي الدكتوره دعاء شخصيا بقى وجها لوجه، تقول لها ايه؟ اقول لها ايه؟ انا مش هقول لها بس الا كلمه واحده بس، اتفضل. احنا انا واخواني اللي معايا كلهم وكل جماعه اللي ربنا كرمهم على ايديها مش هنقدر ان احنا نكافئها ابدا ابدا ابدا، ولكن انا هترك المكافاه بتاعتها بس للي يقدر عليها وهو الله. الله بس الله ده اللي اقدر اقول. ربنا نعم بالله. وانا بقول لها المره اللي فاتت انت ربنا هيدخلك الجنه بسببنا احنا. يا رب ما شاء الله ان شاء الله ده يحصل جميعا فيها ان شاء الله يا رب باذن الله. يا مولانا يعني كلامك صادق ومتصدق، ويعني ما شاء الله زي ما قلت سماهم على وجوههم انت مش مضطر. وانت لما بقول لك انت جاي ليه؟ قلت لي جاي عشان زي ما انا استفدت ربنا يخليني سبب أفيد ان ناس غيري تستفيد. اما اجي دلوقتي انا اخدت كورس خسيت من خلال الكورس ده مع الناس دول، جربت الخبراء دول ناس محترمه، في حد خايف متخوف؟ لا انا ما ده كلام، ما هو قال لك بمنتهى الصراحه. لا هو بمنتهى الصراحه، واحنا على فكره الكلام ده هنسيبه. انا حد واضح قوي يعني انا حد واضح، ولا ما بحبش الكلفه واحب الانسان الطبيعي يعني. الحالات لازم يكون انت بينك وبينها كده خيط الثقه. ايوه اذا تقطع الخيط ده خلاص انت اساسا مش هتكمل طريقك، واذا كملت هتضحك على الناس شويه، هتتكشف هتتكشف. انا فرحانه والله، فرحانه بفرحتك، وطول ما مولانا بيتكلم انا عيني عليك. انت ادعي لي في الفجر كل يوم يا حاج علي. بدعي لك والله يا دكتور دعاء، الله يكرمك والله، بدعي لك بظهر الغيب وربنا هيستجيب ان شاء الله يا رب. ما عشان اوصل ان انا انجح انا اخدت الحاله، سمعت مجموعه من الاسئله وليها مجموعه اجابات. انا كده شايفه المريض بالظبط كانك شايفه الاشعه قدامك، فانت مش محتاجه تشوفي الشخص، يعني زي ما دكتور يقول لك هات الاشعه ومش لازم المريض يجي ما تتعبوش، فانت بتشوفي الحاله قدامك مرسومه من خلال بياناته ما فيهاش كلام. فانا هنا عرفت الكورس او الماده العشبيه الطبيعيه اللي هتخدم الحاله دي في فقدان الوزن. انا حددت الكورس وسمعت الاسئله، عشان تنجح بيه لازم تتابعه في ابديت للحاله. ايوه هو في الاول جاي لي شهيه عاليه، طب الشهيه قلت؟ طب هل الشهيه دلوقتي موجوده معانا بالليل ولا بالنهار؟ علشان اعرف اديله الجرعه امتى، اديله الجرعه امتى. عشب السيليوم كل الدراسات الحديثه قالت ان المعده قادره على الاحتفاظ بيه من 12 ل 14 ساعه.
يبقى انا مش عايزة ياكل بالليل. ليه ما ياكلش بالليل؟ لان هناك اسباب علميه. ما يتكلم ان عندنا داخل جسمنا ماكينات حرق، بعيدا عن المصطلحات العلميه المعقده. اصل قدامي مش محتاج يعرف ان انا اقول له عمليه الايدل، عمليه التمثيل الغذائي، السعرات اللي انت اخدتها دي هتحرقها ازاي عشان ما تتراكمش وتبقى دهون، والدهون تبقى سمنة وخلايا دهنية وموجودة داخل الجسم ذات الأمد الطويل. هو كمان العبرة بالنتائج. بالزبط. انتي درستي الحالة كويس وحطيتي خطة علاجها ازاي. ايه مشكلة الحاج علي؟ الحاج علي دلوقتي عنده شهية عالية ومش فاهم منين. ايوه. ولما راح للدكتور زادت اكتر. ليه؟ علشان هو اتضايق، فهرمون السعادة لما انخفض رفع عنده هرمون الجوع بيعوضه بالاكل. فانا هنا عايز اكل زي ناس كتير جدا تقول لك انا عايز شوكولاته. أيوة. حاله النفسيه وحشه. أيوة. فالمود مش مظبوط، فانا هنا عشب الفولينج داخل في تصنيع الشوكولاته. مريض مش محتاج يسمع الكلام ده برضو. هو محتاج ساعدني في المشكله وعايز نتيجه ملموسه، ان انا اطلع على الميزان انزل اخر الشهر خاسس 7-8 كيلو. انت ساعده، انت بقى كراجل خبير تغذيه فاهم ان كسور السيليوم صعب انها تتهدم، فالمعده بتحتفظ بيه 12 ساعه امتلاء كاذب. انا كده مليت وانا المعدة. امال ليه انا بقول له لو تقدر عايز حاجه اكلها كل حاجه واي حاجه ولكن بنسب قليله معتدله، لاني عارفه انه مش هياكل وجبته علشان العشب اخذ تلتين المعده، فاصبحت المعده ضيقه. انا دلوقتي لما باكل وشهيه عاليه يوم عن يوم المعدة بتتسع وتكبر وتاخد حيز كبير كده، فأنا معدة كبيرة يعني شهية عالية يعني عايزة املاها. ما تقوليش بيضة مسلوقة ونص زيتونة وبقسماطة، يا لهوي على عربية محبة للأكل. أيوة. فلازم وانت بتحل معاهم انت اللي هتفصل الكورس على الحالة تديله العشب. طيب انت اهتميتي بكل اهتمامي بكل الحالات. كان ايه الكورس او الكورس او المجموعة اللي كانت مناسبة اكتر لازم للحاجة علي؟ اديله فيتامين ديل عشان عنده مشكلة في العظام. انا عايزة فيتامينات واقفل شهية وحالة نفسية معتدلة، فلازم اعلى بنسبة من عشب الفولينج واديله السيليوم وفيتامين ديل. هو اسمه مكمل غذائي. انا عايزه اساعدك في فقدان وزنك. انا دكتوراه في علم التغذيه البشريه، حتى كتابي الاخير سلوكيات التغذيه بين الماضي والحاضر اهو، علشان كلنا نشتريه. والكتاب ده على فكره كان في معرض الكتاب 2023 موجود في معرض الكتاب. تمام. لا وممكن في مكتبات. ممكن. تمام جدا. بعض المكتبات. تمام. لا انا حالاتي اداله بدون مقابل ياخد الكتاب. تمام. ايه ده؟ اي حاله عندي استعداد اطبع 10,000 كتاب لحالاتي. طب استني بقى عشان ايه؟ ايوه عشان دي مسجله. اي حد هيشتري الكورس ويطلب نسخه من الكتاب علشان الاستاذه نشوى مع كل كورس النهارده كتاب هديه. طب لا ده انا اللي سقف. طيب يا جماعه اي حد اي حد هيطلب كورس هياخد نسخه لو طلب، يعني ممكن ناس تكون ما بتعرفش تقرا مثلا. مش اللي عايز نسخة وهو بيتصل النهاردة بيقول من فضلك أنا عايز كورس دكتور دعاء سهيل، هياخد لو طلب هياخد كتاب سلوكيات التغذية بين الماضي. ثلاث هدايا النهاردة. لا ده احنا النهاردة ايه بقى قولي. الكتاب وكريم ليونكس مرخص وزارة صحة. الكريم ده بيعمل لشد الستريتش مارك اللي ده الستات الحلوة. طبعا. ايوة. وفي كمان للتجاعيد جمال. انا بقى هو. يعني لك الاختيار، يا اما تختار سلوكيات التغذيه بين الماضي والحاضر، يا اما تختار كريم شد الترهلات. احب احفز حالاتي. انا دايما احب اصدر الطاقه الايجابيه. انا الطاقه الايجابيه احب اصدرها للناس، ولا بحب الشكاية ولا كده، ما بحبش ده خالص. كل من يمنحني سعاده انا معاه. ربنا يسعدك يا رب. ربنا يكرمك. يسعد لكم ايامكم يا رب. انا متشكره جدا ليك يا حاجه علي. وعايزه السيده يعني اللي هي من جيلي بقى، مش هنقول كبيره سن ولا حاجه، لكن 61 سنه. الله اكبر. الله اكبر. ما شاء الله. ما شاء الله اكبر. الله اكبر. 61 سنه حضرتك. طب اقسم بالله. لا انا ما اديكيش 61 يعني. والله 61 سنة. الحمد لله. الحمد لله. بس انا طبعا بس عايزة اشوف صورتك قبل بقى ما توصلي. موجودة موجودة موجودة. ما تلاقيش بعتاهم. انا كان يعني انا الاول طبعا
بحيي حضرتك ان بحبك جدا. ربنا يخليك. وبشكر وبدعي دايما بالسعاده للدكتور دعاء لانها اسعدتني في حياتي، غيرت لي حياتي بمعنى اصح. ربنا يسعدك. خلتني حاجه تانية، خلتني ليا نظره جميله للحياه بصراحه. لا انت كمان والله العظيم جدا بقيت ايجابيه جدا، ما عدتش احب السلبيات برميها ورا ظهري خالص خلاص. لا ده احنا بطلع وانزل واجري شباب بزياده بقى واجري كمان واجري. اه والله العظيم لا ما شاء الله ما شاء الله. لا وكل حاجه حواليا بقت حلوه، انا بقيت حابه كل حاجه طبعا، مقبله على الحياه طبعا من جديد طبعا. انا عايزه بجد والله يعني بفضل طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى. لا طبعا هرجع لك تاني يا استاذه سلوى، بس عايزه اسال في نقطه انت اثرت فيها ونقطه مهمه جدا، الحاله النفسيه طبعا. هل الكورس ده بيؤثر في الحاله النفسيه؟ بصراحه بضحك عليهم، حتى لازم يكون في نسبه من عشب الفولينج. عشب الفولينج ده بيعمل على ضبط نسبة السكر في الدم، بيظبط الموت، هو معروف عنه ده. العشب ده بيدخل في تصنيع الشوكولاتة اللي هي الدارك تشوكلت. بالنسبة الشوكولاتة طبعا عادي تتاكل مرة في الأسبوع وتبقى دارك عادي، بجيب الدارك السكريات عادي مرة في الأسبوع مفيش مشكلة. المحاشي الكل بنسب قليلة معتدلة، مفيش حاجة اسمها أكل ممنوع، كل كل حاجة وأي حاجة وبنسب قليلة معتدلة. هتاكل الحاجة دي امتى؟ اذا انا النهارده نفسي راحت المحشي يعني صباعين ثلاثة مع قطعة البروتين شوية سلطة خلاص انا شبعت كده يعني كمان. هيحس بالشبع فيهم ما بيقدرش على اللي انا بقوله ده. كمان اكلت بدري، ليه بقول بدري؟ عشان عندي دلوقتي الغدة الدرقية هي اهم ماكينات الحرق، بتفرز الهرمون القادر على حرق سعراتنا في الساعات النهارية وليست الليلية. انا عايز اقولك حاجة كمان، الحقيقة في خسسان آمن طبعا. بمعنى ايه؟ البشرة. ما انا لسه كنت اقول يعني اسم الله اسم الله اللهم صل على النبي على شعرك يعني سلام. انا ما اديكيش 61 سنه يا رب يخليك تسلمي جدا بجدا. انا ما كان عندي انا كان مشكلتي لا وتريننج وبتاع مشكلتي في ان انا لما بزعل زي ما حضرتك كنت بتقولي من شويه باكل كتير شوكولاتات حلويات تورتات كله ما كنتش بخلي نسبه السكر في الدم. ايوه لما جالي اكتئاب اكتئاب يعني لو شفت صورتي وانا عندي اكتئاب تقولي لا دي مش هي ابدا والله العظيم تقولي دي مش هي ابدا. في دراسه حضرتك لحاله الاستاذه سلوى قررتي ان تديها الكورس اللي هو فيه مضادات الاكتئاب طبيعيه؟ حوارك كله لازم اديها حوارك عاليه واقفل لها الشهيه. بس كانت حضرتك بتديني بكميات معقوله في الاول مش يعني مش نفس مش الكميه اللي هي ايوه لان لا جرعه لا 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 مش, مش لاي حد جرعه زي تاني وما اديهاش تركيز 40 سمره من الاول اعلى بالماده الفعاله واحده واحده. مش عايزه الضغط يرتفع مش عايزه ضربات القلب تزيد انا مش عايزاها تبان انها الوش ينزل مره واحده فيقع زي ما بيقولوا انا عايزه بتخس وهي محافظه على كل جمالها بل بالعكس انا عايزاها احلى. طب هل الكورس فيه فيتامينات؟ لان انا ما شاء الله فيه نضاره. فيتامين سي، فيتامين بي 12، فيتامين دي طبعا. وفيتامين دي اطباء العلم النفس بيدوا المرضى المصابين بامراض نفسيه لانه بيستخدم كمهدئ كمان. ف يعني انا فرحانه بيكي انت كمان يا رب يخليكي. انا كمان فرحانه بيكي. عايزه اسال بقى اتفضلي ما لقيتيش صعوبه في البدايات مع الكورس؟ يعني لا. مثلا انت بتقولي لي الكورسات اللي قبل كده استخدمتها اللي ما جابتش نتائج اساسا كانت بتجيب لك يعني حتى وصلتك لضيق في الشرايين والمساله وصلت لحالتك لحاله اكتئاب وضغط عالي وضغط عالي ايوه صح. كلميني عن طاقتك بقى وبدايه استخداماتك للكورس تحديدا لان ده حاجه جديده داخله على الجسم. اكيد الاعراض كانت ايه في الاول؟ الامر هم فريق الدكتور عارف الحاله بتاعتي لما عارف الحاله بتاعتي وان انا عندي ضغط وان انا عندي قصور في الدوره الدمويه ادوني جرعات معينه مشوني على جرعات معينه سيستم معين اقل في الكميه لغايه اما ايه تخطيت. انت لو اوريدي هتدي كورس واحد وبتديه لكل جرعات الناس. واحده طب ضيع وقتك حقيقة. ليه؟ خلاص ادوه ابعته له وخلاص ما تتكلمش معاه تعرف حالته ايه. فضلوا معايا واحده واحده لغايه ما تخطيت المرحله دي وبقيت الحمد لله حالتي طبيعيه جدا، ضغطي مظبوط مفيش قصور بقى دي خلاص بقى الدم بقى طبيعي كل حاجه بقت طبيعيه فيا فالحمد لله استجابت ليهم وبقيت اخد الجرعات الطبيعيه بقى العاديه فالحمد لله خسيت مفيش لما حاجه في الكورس كانت مثلا يعني تعمل لك مثلا اسهال
حاجة مثلا تعمل لك إمساك مثلا، بالعكس. حاجة تبقى مخليكي مثلا معدتك تعباكي شوية أو حاجة. لا 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 مفيش الكلام ده خالص، آمن جدا 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 جدا، لأنه كله منتجات طبيعية خلى صحتي الحمد طبعاً. لله زي الفل الحمد لله. دلوقتي بنتكلم يا قدتها، أنا عشب السيليوم وكان معاه خلاصة الأنس، خلاصة البرومالين. والبرومالين معروف إن هو منظم جيد لحركة الأمعاء. أيوة. وكمان معروف يمكن قديما كان حارق جيد كنا بيتقطع على اللحمة. أيوة. علشان هو حارق طبعا. فخلاصة الأنس برومالين ده منظم جيد لحركة الأمعاء. فأنا عندي البطن مظبوطة، عندي الشهية مقفولة، مزاج مظبوط، فمش متضايقة، عندها يعني هدوء وسلام نفسي. الصحة والنفسية الحمد لله رب العالمين بسبب الجرعات اللي انا هاخدها والكورس بتاع الدكتور ده. طب انت لسه بتقولي لسه مستمرة على الكورسات؟ اه طبعا لسه. دكتور بالنسبة للكورسات بتاعتها هتتغير طبيعتها لما يعني لما ما خليتش حاجة شكل التانية؟ لا مختلف، كل شهر مختلف عن والله التاني. العظيم والله العظيم يعني كمان حتى الفرد الواحد حالة. مش كل كورس هو نظامهم كده. أيوة. حد خد أيوة. حاجه زي التانية؟ لا 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 لا, لا, لا. كل شهر مختلف. اه ده حقيقه. انت لو سالتيهم كلهم إيه اخدت حاجه مختلفه، طب خسيت كام بقيت كام كام وبقيت كام، انا عايزه كله كده يقول دلوقتي. أيوة. طب لا دي خليها بقى، لان ايه انا هسالهم كلهم. لا هسالهم، لا بصي انا مش هسيب حد. أيوة. وعشان بس زمن الحلقه يعني ممكن نسال حد والوقت يخلص، فانا عايز اسال فعلا كلهم، والسؤال ده هيبقى هو السؤال اللي كل حد هساله له. بس انا فعلا مولانا الحقيقه انا يعني فخوره جدا بنجاح الحمد لله نجاحك مع دكتور دعاء، وانا بسميه نجاح لان انا لما جيت اقول حالات هي قالت لي من فضلك دول نجاحات. اه ده ثمار نجاح. اه ف حالات ايه؟ يعني انت يعني حاله ناجحه جدا جدا، وانت شخص متصدق جدا، وانت شخص بتاع ربنا مش مضطر تقول كلام مش حاصل. فانا بشكرك وعايزاك تفضل قاعد معانا شويه ناخد البركه منك بقى ان شاء الله، يمكن نحتاج لك نسالك في حاجه ثانيه. الله يخليك. والاستاذه سلوى برضو الحقيقه انا فخوره بالنتائج اللي وصلت لها، فخوره الحمد لله. نازل 35 كيلو اللهم صل على النبي. لا ده انت احنا هنشوف مين اكتر حد نزل ونعمل له جايزه كبيره في المجموعه اللي معانا. واستاذه سلوى انا فرحانه انك قدرتي كست بيت، لان انا حاسه بيكي تخدمي عيله. ايوه طبعا. وبتخدمي كلهم شباب، ما فيش واحد حد فيهم هيجي يقف يا دوبك وذلك. انت بتقولي انا بقيت اعمل كل حاجه في بيتي وسعيده الحمد لله. ده حقيقة. الحمد لله جدا بشكلك جداً. يا رب يعني ما شاء الله انت اديتينا امل. أكيد. ان حتى لو انا عديت ال 60 فانا لا اقدر ابقى قمر. ده انا لسه أبا. ببتدي ان شاء الله. يا حبيبتي يا حبيبتي حياه لسه مقبله ان شاء الله يا حبيبتي. كل شيء بتاع ربنا، بس الحمد لله رب العالمين. انا مبسوطه ربنا وراضيه الحمد لله من جوه سعيده. في 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 30 ثانيه تقولي ايه لدكتور دعاء؟ اقول لها ايه؟ اقول لها بحبك جدا 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 جدا، مش قادره اقول لك، وبدعي لك والله من غير انا اول مره اتقابل مع حضرتك. انا كنت بدعي لك عن ظهر الغيب زي ما بيقولوا، بدعي لك دايما على طول، اقول كل ما اخد كورس واخس شويه اقول الله يبارك لها الله يسعدها زي بجد، لان انا بحس ان انا دنيتي اختلفت اختلاف كلي من كله، صحيا ونفسيا وجسمانيا بجد يعني. وعند جمله الاستاذه سلوى جمله انا دنيتي اختلفت تماما جدا، عند الجمله دي اللي هي المفروض تبقى قدام عينين كل حد بيعاني من مرض السمنه، وما يتأخرش ويلا حالا اتصل حب نفسك واتصل قول انا عايز فورا الكورس من دكتورة دعاء سهيل ونشوف نجاحاتك، وان شاء الله تبقى انت كمان واحد من النجاحات اللي حصلت ويشرفنا كمان في برنامج بنت البلد. بشكركم جدا. الحلقة دي خلصت، بس استنونا لسه في حلقات كتير ونجاحات كتير مع الساحرة دكتورة دعاء سهيل.